بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، يسرني أن أتقدم بهذه القصيد وتسجيل الخاص، وموضوعها عن قضية الأخ سعود بن بدر العتيبي عندما تدخلت فيها قبيلة جهم بالطريقة الأخوية إلى الكرام آل سعود في المملكة العربية السعودية الشقيقة. أبتدي بهذه القصيدة وهي موجهة إلى حضرة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام في المملكة العربية السعودية حفظه الله. وهذه الكلمات هي للشاعر الشيخ جعبل بن محمد الطعيمان عضو مجلس النواب اليمني، ويغنيها حسين عبد الناصر السعدي. ويقول في مطرحها: يالله يا من على جمع أمتك والي، يا من هو أنت الغفور الواحد المتعال، يا من عليك يا من على يدك كتب رزقي وأجالي، جنبتني من عذاب القبر والأهوال، البارح النوم عيا يدخل أسبالي، لما أصبح الصبح وأنا ما سلي لي بعد. Thank you.
الجوير الطاني النهاية الثانية صادق بما قد قال درع الجزيرة وهو شلال الأحمالي احنا قصدناك يا اللي تكرم الوصال كنا على عفو من سلطان فعالي لابن العتبي بلغنا عفوه الفعال سده كبيره بما سلطان قد قالي ناثق وابو خالد الجوده لهم مدهال وابو خالد الجودة لهم مدهال وفنا بين اجران في راحة وتقوالي وميرين اجران حدد وعد الاستقبال ودات صريح قال الخط طوالي اهلا بكم مرحبا في الحل والترحال وميرين اقران حدد وعد الاستقبال وداتا صريح قال الخط طوالي اهلا بكم مرحبا فالحل والترحال في نقطة الخرق قال وقف على الجالي عطوا الى قايد المركز بلا فصال قال وقف على الجالي عطوا الى قايد المركز بلا فصال ثلاث ساعات في النقطة رجالي وبعدها قالوا والتقرير بالمدخال شلوا خاوينا وهي مكان تماري ما عندنا شك راعي العفو ما يحتاج قد قرى في ضيفي وصالي أنا أسأل الله لا غير علينا حال والريد مطلوبنا يا مانع التالي من أجل بيبالكم في كل شام اختال
برق دقاره في ضيفه وصلي. أنا أسأل الله لا غير علينا حال وريد مطلوبنا يا مانع التالي من أجل بيضالكم في كل شام اخطال تطلق خاوينا نبات افتك الأقفالي يا قايد القيش وانت للعقد حلال انت تساوي همات عواق وممالي يا صاحب العزية قايد رجال ابطال العزية قايد رجال ابطال ملوكي اهل الوفا دربينا الافعال وعندكم للقبايل قادر ما يزال ملوكي اهل الوفا دربينا الافعال وعندكم للقبايل قادر ما يزال والخاتم صلوا عدد مسيلي قسالي على محمد صلاتي تبلغه الآن